نخش على طول في الموضوع. بالظبط. يعني احنا حتى النهارده عاملين سؤال سوشيال ميديا للناس، وقولوا لنا كده اداء المنتخب في كاس العرب سو فار يعني، والاداء في العموم مع كيراش. يمكن لو ما كانتش مباراه امبارح اتلعبت اعتقد يعني الاراء كانت هتبقى معروفه، لكن امبارح حتى لو هنتكلم مباراه السودان او منتخب السودان ضعيف مقارنه اكيد بمصر، لكن سكور كويس، يعني سكور كويس. رأيك إيه ولا مش مقتنع بالكلام ده؟ لا أنا عندي رؤية تانية خالص. أنا شايف إن البطولة دي مستر كروش واخدها غير الشعب المصري. إحنا الشعب المصري أو الجمهور المصري في كرة القدم عايز أي بطولة يخشها عايز ياخد البطولة. لا، كروش عنده وجهة مختلفة، بيدي فرصة لمجموعة من اللعيبة عايز يشوفها، شافها في الدوري المصري عاملين مباريات كويسة، فبياخدها في البطولة العربية. برضو موضوع إن يكون لعيب مميز في الدوري المصري ويكون تعمل لعيب دولي دي حاجه صعبه شويه، وده بان في بعض اللعيبه، وبعض اللعيبه التانيين بان يقول لك لا ده من الاول ده لعيب شكله لعيب دولي، لا ده لعيب محلي. ده الكلام اللي احنا بنقوله، اللي هو فعلا في اوقات في وقت من الاوقات مجموعه من اللعيبه تديها المباراه الدوليه ما تلاقيش على قد المستوى اللي بنشوفهم في الدوري المصري. فهو انا احساسي ان هو واخد البطوله دي بيدي فرصه للناس دي، عايز يعمل صف تاني للمنتخب، عايز يعمل في اماكن معينه لعيبه يكون عنده بديل يحصل اي مشكله. عنده مباراه مهمه جدا، المباراه اللي بعد البطوله اللي هي المباراه المؤهله لكاس العالم، مباراتين مهمين جدا، وبعد كده بطوله افريقيا. فعايز برده، هو مستر كروش بقاله لعب مع منتخب مصر حوالي 6 مباريات بس، فبرضه ما حطش، وما تقدرش في ال6 مباريات دي تحدد بجد الاداء ابدا. ليه؟ وده غريب يعني، لان معظم ال6 مباريات اللي عدناها مع فرق مع احترامي بعيده جدا عن المنتخب المصري، فالمباراه انا شايفها تعتبر سهله. يعني لعب مباراتين لليبيا، كسب ليبيا هناك وكسب ليبيا هنا. في لبنان لو هنتكلم كاس العرب برضه فوز كان صعب، بس برضه انا بتكلم على المستوى، اداء غير جيد بصراحه. الاداء غير جيد، بس انا شايف ان هو في لعيبه معينه لسه بيستكشفها، عايز يحط، هو بيحضر، نقدر نقول بيحضر للحاجات للاتقل، للاتقل اللي هم ايه، مباراه الوصول لكاس العالم وبطوله افريقيا. عايز اول حاجه يوصل كاس عالم، دي مهمه بالنسبه له جدا. المدرب الاجنبي كمان احساس انا وصوله لكاس العالم اهم من بطوله افريقيا، لان هو بيعمل شكل لنفسه او بيعمل سي في لنفسه ان يوصل لكاس العالم عشان الشغل بعد كده. لكن في بطوله افريقيا هيخش بطوله صعبه جدا معموله في الكاميرون. احنا الشعب المصري اتعودنا على البطوله دي. هو لو مش حاطط في دماغه ان احنا لازم نفوز بالبطوله لا دي هتبقى مشكله كبيره. في بعض التصاريح اللي قالها قال ان اهم حاجه عنده كاس العالم. فهو بالنسبه له فعلا الوصول لكاس العالم حلم كبير جدا، ان ما حصلش لمنتخب مصر ان يوصل مرتين ورا بعض. يعني بنوصل قعدنا 30 سنه عشان نوصل بين السنه والسنه، فدي بين المره والثانيه. ايوه. فاتمنى طبعا النجاحات الفتره الجايه، لكن البطوله العربيه من وجهه نظري لا، انا مش بحط فيها المستوى للمنتخب المصري. بيدي فرصه للعيبه، يعني امبارح مثلا نتكلم ان ايمن اشرف، انا مستغرب يعني هو شاف ايه في ايمن اشرف ان يلعبه في المكان ده. طيب انت يعني سؤال يعني مقبول فعلا، او استفسار يعني. ايمن اشرف طبعا لعيب كبير جدا في مكانه. انا فاهم حضرتك، كلنا فاهمين، بس ده مش اول مره يتقال، ده تساؤل يعني طرح فعلا. ليه انت شفت؟ طب انت واخد مهند لاشين من نادي الجيش وما خدتش طارق حامد، وحصل في السوشيال ميديا كلام كتير جدا ما خدتش طارق حامد. طب صحيح. طب مهند لاشين ليه ما اديتوش امبارح؟ ما هي فرصه انك انت تشوف لعيب جديد. طيب في حاجات بقى كتير مش بالشكل ده، فهو زي ما بقول بيستكشف. فأتمنى إن شاء الله عندنا مباراة جاية الجزائر، مباراة صعبة جداً.